اهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم بعد الاستراحه، ودلوقتي بقى رجعنا من الاكسترا تايم وهنبدا مع بعض نشوف هيبقى عندنا ضربات جزاء ولا هنعمل ايه. تعالوا بقى نقول هنعمل ايه. هنعمل ايس كريم فراوله. تقدروا تاخدوا النوع ده وتعملوا عليه اي نوع ايس كريم فاكهه انتوا تحبوه، اي نوع فاكهه مفضله عند حضراتكم. طيب انا هقول مقاديري، هي كوبايتين من الفراوله لازم تكون في الفريزر اتجمدت، يعني كوب من الكريم شانتي مخفوق، عايزين نص كوبايه من الزبادي، ومعلقه كبيره من الليمون، معلقه كبيره من العسل. بصوا بقى، انا هنا هاخد الفراوله اول حاجه. خليني بس البس بقى الجلافز عشان الفراوله دي فراوله طبيعيه الفريش، بنجيبها وبنغسلها، واحنا اتفقنا قبل كده طريقه غسل الفراوله مختلفه شويه، ما هي شطف، هي بنغسلها وننقعها في ميه كتير لحد ما نحس ان الميه دي بقت نظيفه قوي، وبعدين بنضيف في الميه دي بعد ما بنملى على الفراوله نحط معلقه كبيره من الملح ونسيبها شويه. هتلاقوا الفراوله دي نزلت ميه لونها غريب جدا جدا، انت نفسك هتستغربوا هي دي كانت نازله منين. ده الطريقه الصح لغسل الفراوله. طيب بعد كده بقى اشطفوها كويس وابداوا بقى واحده واحده تقطعوها. الجزء اللي فوق ده انا بحطها كامله كده زي ما هي، بصوا بس بحطها في الفريزر بعد ما باخدها وهي فريش، باخدها احطها في الفريزر تجمد عادي. خليني اخدها بقى بايدي كده عشان ايه، هي ممكن تكون فيها حاجات لازقه اصلا. دي بتديني شويه خليط يعني ايه ماسك نفسه كده. تقدروا تاكلوها كده من غير اضافه كريم شانتيه على فكره، يعني تبقى فاكهه مع العسل والزبادي بس حاجه بسيطه وتاكلوها تستمتعوا بيها جدا جدا. يعني انا بحب قوي اكل الفاكهه كده على طبيعتها مش مضاف لها كريمه كتير يعني. حاضر، غسيل الفراوله. احنا عشان نغسل الفراوله بتاعتنا الفريش اللي عايزين نحتفظ بيها في الفريزر لاي وقت احنا هنحتاجها في عصير او في حاجه، لازم نجيب الفراوله زي ما هي نقيها طبعا حلو. هناخدها هنحطها في بوله كبيره وهنحطها تحت الميه الجاريه، واول ما الفراوله دي نلاقي الميه دي نطفت قدام عينينا برؤيه العين هنصفيها، هنملى ميه تاني وهنجيب معلقه ملح كبيره هنحطها على الفراوله من فوق مع الميه اللي منقوعه فيها الفراوله النظيفه، وهنسيبها حوالي نص ساعه. تعالوا بقى بصوا كده في الميه، افتحوا بصوا هتلاقوا الفراوله دي نزلت ميه ترسيب تحت غريبه جدا، اللون ده بقى رمادي. هنتشطف تاني، تتشطف تاني وتتغسل كذا ميه كذا مره لحد ما الميه دي تبقى بيور خالص نظيفه تماما. هناخد بقى الفراوله دي تتنشف كده في مصفه لطيفه وناخدها بالواحده، نبدا نشيل الجزء الاخضر اللي فوق وتتحط مع بعض. خلوا الاحجام الكبيره مع بعض لو انتوا هتستخدموها مثلا في وصفه خاصه مثلا بالترتات وعايزين حاجه شوي كده، والحاجات الصغيره مع بعض ترفع للمربات والحاجات، يعني اعملوا فرق بين الاكياس وبعض في تفريز الفراوله. دي الطريقه الصح للفراوله ما بتتشطفش. طيب تعالوا بقى هنا، بسم الله هاخد كده الاول معلقه العسل، معلقه زبادي، ودي اختياري بس ده يعني حاجه هيلثي صحيه 100%. نبقى عملنا كل الحاجات عشان حضراتكم ايه تبقوا مبسوطين. بصوا هي معلقه واحده اهي، معلقه عسل واحده، مش هحط سكر ولا هحط حاجه، وممكن ما اضيفش الكريم شانتيه اساسا، انا ممكن ما اضيفوش. وادي الزبادي، هنعمل مره تانية. حاضر، تورته الزبادي بالتوت البلو بيري بالاسبونج كيك، نعمل حاجه كده ايس كريم رائعه يعني، نعملها مع بعض ونعمل حاجات حلوه ليها وانواع كتيره. بسم الله الفراولة. بصوا بقى الميلك تشيك عايز ايس كريم فانيلا، تحطوه في الخلاط مع عدد ده، هما بيسالوني دلوقتي، تحطوه في الخلاط مع
ومعاه بولتين من الايس كريم الفانيلا اللي احنا عملناه وشويه زبادي حلوين، واضربوه في الخلاط وتقدروا تعملوه. يعني ده اساسه اساسا، بس اهم حاجه في السمكه بتاعته بتبقى اخف طبعا. طيب، ويبقى حاجه صحيه بالفواكه الصحيه. انا يعني معرفش، انا بحس ان الصيف ده احنا مميزين عشان في تنوع. اعملوه بالبطيخ بقى، اعملوه بكل حاجه انتوا حابينها. بصوا كميه حلوه ازاي، وسلام لو فيها قطع فراوله مش قادره، ولا لون بقى ولا اي حاجه، هي على لونها كده رائعه. اللي عايز يدعم بلون مفيش مشكله، بس بصوا الفراوله دي برضو الايس كريم ده لما هندخله الفريزر، هندخله في علبه مربعه او مستطيله ايا كانت، وهناخد معانا في انواع كده ايه تاخد معانا ضربتين، لازم ضربه في نفصل في النص بعد مرور ساعتين او ثلاثه. هنطلع العلبه ونبدا نعملها كده بالمعلقه كتير، وبعدين نرجع نخليها تاني ملساء ونقفل عليها بكيس بلاستيك على سطح الايس كريم عشان ما يعملش تلج، وبعدين نقفل الكفر كويس وندخلها الفريزر. تقعد بقى لتاني يوم زي ما انتوا عايزين تفتحوا تلاقوها بقت كريمي. زمان كان بتعمل بطريقه صعبه جدا، احنا دلوقتي التكنولوجي والتقدم خلينا نعمل حاجات سهله في وقت كتير سهل. هوري حضراتكم بصوا ازاي. انا هنا عامله العلبه اهي، دخلتها اهي في كيس ثلاجه اهو، ادي الفراوله، وعندي كمان بسم الله الشوكولاته اللي احنا عملناها، وادي كيس الثلاجه اهو، وعندي الفانيليا دي معموله بالمهلبيه البيضه اللي ما فيهاش اضافه كاسترد، حطينا بالظبط ربع معلقه كاسترد للامانه. طيب، هنحكي مع بعض برضو عن الحاجات الايه الاسئله اللي حضراتكم عاوزين تسالوا عنها، عشان انا وعدتكم هجاوب عليها. بصوا بقى، هناخد كده، بصوا هو كريمي، يعني من الحاجات الايه، نحاول بقى نشتغل شغل بتاع الايس كريم. وطلع شغل بتاع الايس كريم اللي بيعمل الايس كريم ده حاجه مش سهله يعني. اه طبعا، نشيل بقى، احنا عملنا الحليب المكثف طبعا بشكل رائع. خلينا بقى كده ايه ناخد دي كده، بصوا بقى بيبقى جميل ازاي. ده لسه بقى لما نعمل البوظه العربيه، البوظه العربيه دي بقى بيبقى فيها نسبه مستكه بتتحط بالفستق، مش قادره اتكلم اقول عن جمالها لمحبيها يعني. ليها تكنيك حلو قوي، ممتاز. معلش انا مضطره سايسها، وانا عندي احسن نستخدم الثانيه. ومعلش بقى انا مش هستخدم دي خالص اصلا، عشان اللي ما عندوش خلينا بقى ايه نعملها احنا بشكل حلو. فدي برضو تعلمنا ان احنا لما نيجي نشتري الحاجه دي نبقى عارفين بنشتريها ازاي. اهو احلى حاجه احنا نعملها بمعلقه كده. اهو مش هتقول لا يعني، اهي بصوا بقى الحاجات دي بقى في الصيف اسهل حاجه تعملوها طبعا للناس اللي ما عندهاش ماكينه ايس كريم. اللي عندهم ماكينه ايس كريم فيها الفريون دي ما شاء الله، عايزه اقول لكم دي هتطلع لكم ايس كريم زي بره، مش هتشتروه من بره، هتبيعوا انتوا الايس كريم بعد كده. لانها هي من الحاجات الغاليه الحقيقه، وتستخدم دايما في المحلات، مش بتبقى يعني ايه في البيت اكتر، ودايما تلاقوا كده في المحلات تلاقوا دايما الاجهزه الخاصه بالبيت اللي يعني منزليه واجهزه خاصه بالمحلات. تعالوا كده بصوا، الله. طيب انا هعمل برضو في الكاس التاني، هقدم واحد تاني. لسه هنعمل حاجات حلوه. مين اللي بيقول لي كده؟ عايزه اعرف. حاضر. طبعا زي ما انتوا تحبوا اهو. بصوا انا هعمل واحده تانيه كده، معلقه من معلقه تتعمل بشكل حلو اهي، مالها يعني مش هتقول لا. ما انا لسه هنوعهم، ما تخافيش يا نودي ما تخافيش، بس انا عشان بشغلها دلوقتي في الفانيلا يا نودي اكيد مش هرجع لها تاني. التنسيق ده جميل جدا. بصوا كده
اوكي. بصوا اهو، اي صوص بقى عايزين تعملوه. الفراوله دي ممكن نعمل منها صوص فراوله، صوصات بقى في البيت فريش بحاجات طبيعيه لاولادنا، رائعه عن الحاجات الجاهزه بقى. الواحد تعب من الجاهز، من كتر ما بقى في حاجات جاهزه الواحد تعب فعلا، يعني بقينا بنستسهل كتير قوي. انا على عيني وراسي، بس في الحاله دي لو احنا هنشتري من محلات هما بس اللي بيستخدموا الحاجات الجاهزه دي، فنسيبها لهم. ما احنا لما بنعوز نشتري نبقى عارفين ان احنا شاريين ده جاهز، وبنبقى متقبلين فكره ان احنا بنشتريه، لكن نشتغل بيه في البيت كمان ده مساله بصراحه انا ضدها تماما. ده رايي الشخصي، ويمكن عشان انا من الناس اللي البيوت القديمه اللي هي الايه اللي كانت بتتعمل كل حاجه في البيت دي، مربات بقى وايس كريم وكسكسي و حاجات الاساسيه، الزبده البلدي من القشطه البلدي. هي كانت فكره صعبه للناس اللي حاولوا زمان، كناش كان في الاسواق بره الزبده الحيواني، ما كانش في حاجه اسمها زبده صناعي وحاجات نباتي، ومفيش الكلام ده، ما كانش في كل الكلام ده يا جماعه والله. وبعدين لما لقوا الكوست عاليه جدا، التكلفه عاليه جدا، راحوا اخترعوا تقريبا، يا رب ما اكون صادقه في التاريخ ده، كانت 1902 يمكن، اخترعوا حاجه بديله للزبده الحيواني والحاجات اللي هي الطبيعيه عشان يقللوا الكوست او التكلفه ويعرفوا يشتغلوا بيها. وده جه على دماغنا من يومها بقى، من اليوم ده واحنا شغالين بقى بالمبدا اللي حضراتكم شايفينه ده. معلش انا ايه، هاخد كده معلقتين تانيين هشطفهم هنا ونبدا نحط بس من الشوكولاته، معلش عشان ما تبقاش فيها كريمه وشوكولاته، هناخد كده من الشوكولاته برضو. انها قدامنا قد ايه يا حبايبي، ناخد بقى ناخد حلو قوي الكلام ده. بصوا بقى الفراوله، بصوا بقى الفاكهه الطبيعيه عامله ازاي، بصوا الفاكهه الطبيعيه عامله ازاي، ما خدتش بقى ولا اي حاجه اهي. بصوا اهي، شايفين دوقوا بس الطعم، فراوله حقيقيه. انتوا بتاكلوا ايس كريم حقيقي، عايزين تسيبوا فيها قطع فراوله اعملوا كده، اهي اهي اهي، يعني حاجه بيتي 100% وسهله وبسيطه، مش عايزه حضراتكم تتعبوا. انا عارفه انه كتير مننا بيبقى عايز يعني بسرعه السرعه يعني. وطبعا الايس كريم بيحلى برضو وانا ما بناكله بره، بس من اماكن حلوه، بس وقت ما نعوز نعمله نعمله، مفيش حاجه تقف قدامنا يعني. اهو يبقى خليط ناعم وجميل، بس طبعا والفراوله دي زي ما اتفقنا فراوله طبيعيه، واحنا عملنا لها جمدناها في الفريزر قبل ما نشتغل بيها. اهو هنبدا بقى ناخد كمان واحد كده للشوكولاته ونقدمهم بقى هناك، ونحط بقى عايزين صوص شوكولاته عايزين حاجه. انا حابه بس ابينهم الاول كده لانه على طبيعتهم اهو. شايفين ازاي اهي، يا سلام. واحده كمان بقى من فوق كده تبقى معليه الدنيا كده، الله، وايه هتستمتعوا بيه. حطوا بقى الصوص ده، بصوا لو عايزين تعملوا صوص حطوا عليه برضو معلقه عسل، عايزين تحطوا معلقه سكر بودره مفيش مشكله، ومع الفراوله، ويتحط على النار عصره ليمون، وبعدين نسيبه لما ياخد كده ويدي، ولو في اي فوم هيتشال. هي فكره نفس المربى بس هنا خفيف، ممكن نزود شويه ميه، وبعدين بنفرم الايه كده اهو. طيب خلصنا هنا كده الفراوله، تعالوا بقى نروح على اللي بالشوكولاته اهو. هناخد من اللي بالشوكولات، بصوا جميل ازاي، الله الله. هاخد من هنا، بسم الله، وناخد اللي بالشوكولاته، احنا حاطين عليه شوكليت شيبس كمان اهو. بصوا الشوكولاته بقى عشان فيه نسبه كريمه فطالع ايه زي ما انتم شايفين، وشوكليت شيبس على الوش او جوه زي ما تحبوا اهو. شايفين
يلا اهو. طبعا بقى لها شويه فكه بره. طبعا انتوا لو هتاخدوه من الفريزر على قد ما انتوا هتقدموا مباشره الدنيا هتبقى الطف كتير. طبعا لو معانا الايس كريم سكوب اللي هي المعلقه الجميله الحلوه العاديه التقليديه بتاعه زمان دي هتبقى اسرع واحلى. بس الجيش قال لك اتصرف. صح، هي دي اجمل حاجه والله. على فكره احنا كلنا اتعلمنا كده، ما احنا لولا الحاجات اللي كانت لسه بدائيه ما فيهاش حاجات يعني متقدمه في الاجهزه و الى اخره ما كناش عرفنا نعمل ده. كنا كل حاجه هنعتمد فيها على الاجهزه ومش هنعرف نعمل حاجه بايدينا خالص، يعني لانه لما تيجي تشتغل بايدك مش تلاقي نفسك مش عارف. فدي برضو من الحاجات اللي الواحد ايه بيحمد ربنا عليها يعني. اه ممكن نعمل كده، ممكن نحط دلوقتي شوكولاته على فراوله. اه ماشي، اشوف لكم حته فانيلا كده. عايزين واحده على فانيلا؟ طب خلاص يعني خلينا نحط كده واحده معاكم هنا. هقدر ميكس؟ حاضر يا فندم حاضر، ممكن نعمل كده. عايزين كده، حلوه دي. طيب خلي بقى واحده ساده وناخد واحده هنا نعمل معاها واحده فراوله، ايه رايكم؟ نكسر اللون ده. اه احنا تمام، ما تقلقيش انه دي مالك حبيبتي، مالك ندى قدامنا 3 دقايق. مع السلامه يا ابتسام. في ايه يا نودي؟ مع سلامة يا ابتسام. ايه يا نودي؟ ايه نودي بتتجز على اسنانها شويه؟ قدامنا 3 دقايق. ماشي يا نودي، حاضر حاضر. طيب كده بصوا، الله الله. كده الله الله. والله دي مسألة حلوة. أنا ممكن على فكرة بعد الحلقة دي آخد كورس في المحارة، يعني أشتغل أشتغل. إيه رأيكم؟ ها؟ ينفع والله. معجن بقى، ده أنا شاطرة جدا على فكرة، على فكرة بقى أنا عندي خلفية جدا عن البياض والحاجات دي، وبحب قوي قوي أدخل وأعرف الحاجات الجديدة وأسأل وكده، و يعني حتى مناخيري في كل حاجة. يعني نعم مناخيري مش كبيرة قوي بس بحطها في كل حاجات اللي بحب أتعلمها. من يعني على قدي بس برضه بحطها في كل حاجه هنا ده. بصوا بقى عايزين ايه اعمل لكم ده ازاي. ممكن نعمل دور كده ولا ده كتير؟ خلاص يلا نحطهم كده. طيب خلاص يلا حط لكم بقى تشوكليت شيبس. يلا خلينا بقى نروقهم كده شويه على كده. انا مش هحط بقى صوص ولا حاجه، خلي الصوص ده حاجه كده ايه ترجع لحضراتكم. خلاص وهنا كده بس كده وكده رائع. ويا رب يعني ايه الوصفات البسيطه السهله اللي حاولنا نعملها تنول اعجاب حضراتكم طبعا، وتعملوها في البيت وتجربوها قولوا لنا التست ايه. وانتوا اكيد هيبقى عندكم افكار احلى، واكيد هتحطوا اضافات من عندكم رائعه هتضيف للوصفه دي حاجه احلى.